آخر مسألة في هذا اليوم خاصة، أن تكثر من الاتصال بسيدنا محمد، اللهم صل عليه، ارفع جوال الصلاة على النبي واتصل به، فإن لله ملكا يحمل صلاتك عليه ليوصلها إلى النبي ويقول له فلان ابن فلان يصلي عليك، فيرد رسول الله عليه السلام. تعرف أخي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي العبادة الوحيدة التي تأتيك المكافأة فورية عليها، مجرد أن تصلي على النبي يصلي الله عليك، صلى الله على سيدنا محمد. في صحيح مسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ورحم الله من قال من شعرائنا: أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما وأبدا.